نظمت مجموعة بريد المغرب حفلاً أمس بمناسبة مرور 130 عام على تأسيس البريد المغربي، وفي هذا الإطار تم الكشف عن إصدار فريد من الطوابع البريدية بعنوان 130 سنة للبريد المخزني، يتضمن في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الطوابع المغربية، يتضمن جميع بصمات الأختام المخزنية 26 بمختلف أشكالها، وقد تم تمثيل هذه البصمات على 26 طابعا بريديا.